خرجوا لاستعادة أرضهم، فقد أصبحت بين ليلة وضحاها ملكاً للغاصبين الجدد، أو كما بات يطلق عليهم مافيا الأراضي في محافظة إب. يقول أبناء مديرية حبيش أن أحد النافذين المحسوبين على الميليشيا سطى على هذه الأرض رغم ملكيتها لمواطنين من أبناء المديرية، وبحسب من خرجوا للاحتجاج فإن النافذين سطوا على الأرض التي تعود لأسرة من آل جميل، وقاموا خلال الأيام الماضية بتسويرها بقوة السلاح، وذلك بدعم من مدير أمن المحافظة المعين من قبل الميليشيا. طيب الشامين هبوا علينا أرضية. طيب الأرضية كانت معاكم من زمان؟ معانا من عام 1980. واللي حصل الآن؟ اللي حصل الآن واحد يقرب لمدير الأمن محافظة إب أمير الشامين يعني يسطع على أرضية بالصبيل بقوة السلاح وبحماية مدير الأمن المحافظة. وعلى الرغم من الخروج اليومي للمطالبة بإعادة الأرض، إلا أن المجاميع المسلحة لا تزال مرابطة بجوارها لقمع أي مطالبة لاستعادتها. هي إذن مشاهد متكررة لتلك المأساة الممتدة التي يتجرع غصصها أبناء إب على امتداد السنين، وكما كانت هذه المحافظة مسرحاً للسطو والنهب التاريخي الذي قام به الآئمة، ها هو الجيل الجديد من الأبناء يعيد ذات التاريخ.